وبركاته. يا جماعة الخير، تم تفعيل زر الانتساب عندي في القناة. الهدف من انك تنتسب سواء في قناتي او قناة شخص اخر هو دعم الشخص نفسه. في بعض المميزات على حسب كل فئة، الهدف والأسمى من هذا كله هو دعم صانع المحتوى. ما أنت مجبور تشترك، سالفة كونك منتسب أو مش منتسب ما راح تأثر على أنك تشوف المقاطع أو لا، المقاطع راح تكون مستمرة بإذن الله في هذه القناة. لكن إن كان حاب تدعمني أكون جدا شاكر وممتن لكم، ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم، تحياتي.